السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نهضر لكم على شي كذبات. كاينه واحد الكذبة اللي كتكون في شهر أبريل اللي حنا كنستعملوها مغاربة بيناتنا، كنضحكوا بها في شهر أبريل. كاينه كذبة بيضاء كتقدر تنقد بها واحد الإنسان، مثلا شتيه غادي في خطر، ماني كذبة بيضاء سامحك الله. لكن أخطر كذبة هو كذبة الحكومة. انت كتجيب هذه الكذبة دي من كتجيبها في شهر ماي. في شهر ماي فاش كتجيب هذه الكذبة هذه، كيبغيو يدوخوا المتقاعدين العسكريين. حقارة غتكون زيادة في الأجور العسكريين القدامى. كتبقى هذيك الكذبه زيت في شهر معي، كيسمع الجندي مع كدور دوك الدعايات وداك الشيء شي كيقول هالشي كيبقى والحمد لله. راه الحكومه شافت فينا، بعدا راه غتزيد لنا شي شويه في الاجور الحمد لله. ايوا كيبقى دائما يتمنى الجندي، دائما كيتمنى ديك الكذبه ديالهم تحقق، وهي ما عمرها تحقق. الكذبه ديالهم ما عمرها تحقق، هكاك غيتبقى هاد الكذبه ديالهم دائما، هكا غيتبقى. العام اللي كيجي يكذبو، يدوز العام يكذبو، يدخل العام الاخر يكذبو، غادي هكاك والتاريخ غادي كيحسب. ماشي عار عار تكذبو على الجندي. راه الجندي شريف، الجندي راه شريف. هو بعدا دا القسم هذا وشد فيه، حيت الجندي ملي كيطلع الرايه دايما كيدي واحد القسم باش يخدم وطنه بجديه بالاخلاص، وبقى شاد داك الاخلاص، بقى مستمر فيه الجندي، واستمر في هذا الاخلاص ديالو للدوله ديالو، وخدام كفاح الضرب مع العدو، 30 عام ديال الحرب مع العدو، وحقق الانتصارات. هذا الجندي هذا حققهم في الصحراء، كان الانتصارات اللي حقق في الصحراء حققهم مزيان. يا ريت لو كان عندنا مثلا عندنا الفيديوهات ديال هاد ديال الحروب ديال سميتو ديال الجندي المغربي في الصحراء، يشوفوهم هاد الجيل هذا، باش يعرفوا بالله هو الجندي المغربي كان بطل في الصحراء. داز حرب في الصحراء بعض البلايص، وقليل اللي كيعرف، حيت المسؤولين ما كيعرفوش بالله هو الجندي مغربي بطل بمعنى الكلمة بطل. حر الصحراء، كانت الصحراء صحراء قاحلة، وهي تبارك الله دوك ولات جنة. تخلي العيون تقول هادي ماشي العيون، تقول هادي بلاصة في أوروبا. تخليها الجندي لقاها غير تراب، ما فيها والو، صحراء. ودروك تبارك الله بالفضل ديال هذا الجندي هذا اللي هو دروك كيتمنى التقاعد من المسؤولين، تكون التقاعد ديالو محسنه مزيانه وزوينه، وهو دروك لا اله الا الله اصبح بحايله كيسعاهم. حقاره شفنا بميزانيه غادي تكون واحد الزياده في الاجور المتقاعدين العسكريين، وعسكري كيتمنى ديما كيتمنى هاد الكذبة هادي، ديما هاد الكذبة جالس كيتمناها، وهاد الكذبة ما عمرها تسالي. العام اللي داز يكذبو عليك، يجي هاد العام الاخر يكذبو عليك، يجي العام الاخر يكذبو عليك. واش هاد الجندي علاش كتكذبو؟ حق الانتصارات، حقق لي. سير شوفو الجندي اشنو دار في امكالا، اشنو دار في تيشلا، اشنو دار في بيرغندوز، في البلاص فاش دازو حروب، في قلت الزمور،
باش تعرفوا بالله وبالله هو هذا الجندي هذا حقق الانتصارات، ويستحق، ويستحق التقاعد مزيانه، يستحق واحد التقاعد مزيانه، يكون مرتاح خارج التقاعد، خص يرتاح، يشد واحد الصالير يكون مزيان باش يعيش مزيان. انتوما ما عرفتوش يمكن بالله هو 1500 درهم اللي عند الجندي، حيت دوك راه كاين دوك الجنود المتقاعدين القدامى وكاين الجدد، راه كاين فرق ما بين الجدد والقدامى. راه الجدد تبارك الله عليهم، راه خليت لهم 5000 درهم تقريبا، كاين اللي عنده اكثر من 5000 درهم، وهذوك القدامى 1300 1500 درهم 1300 درهم. عار عليكم المسؤولين، راعيو شي شويه، راعيو، حيت كون شفتو قلت لكم هذا الجندي هذا شنو حقق في الانتصارات ديالو في الصحراء، نتوما غادي تحيدو من جيبكم وتزيدو ليهم من جيبكم، تحيدو من داكشي اللي كتشدو نتوما، داكشي اللي كتشدو نتوما تنقصوه وتزيدو لهاد الجنود هادو. ونتمنى ان شاء الله هاد الرساله تفهموها المسؤولين، وبركه من الكذوب، بركه من ديك الكذبه اللي كتكذبو، بركه كتكذبو بزاف. وحنا شوف، حنا راه داكشي اللي قسم الله راه عايشين به، ماشي ما عايشين غير اللي كيبقى فيك بالله هو كتحتي على بلادك، خدمتي بلادك بالاخلاص، خدمتي بلادك بالاخلاص، وديتي القسم، نتوما ديتو القسم وكتغدروا الدوله، انتم حلفتوا وكتغدروا الدوله، وما حنا راه ادينا القسم اديناه بالمعقول، اللي كتطلع الرايه راه حنا كنديروا القسم باش ما نغدروا بلادنا، باش ما نخونوش بلادنا، باش نخدموا نطيعوا بلادنا ونطيعوا الملك ديالنا. وانتم شنو تعطوا راسكم، انتم طايعين غير راسكم، اللي طايعين حاضرين انتم غير ريوسكم. وراه المسؤول خصو يشوف اول حاجه، خصو يشوف الجندي، حيت الجندي هو الاول خصو يشوف فيه، تراعي معاه، تشوف شنو خاصو، شنو كيحتاج. ايوا الله يهنيكم، سيروا على هاد الحاله هادي، علاش غادي نشوف، راه تبقاو تكتبوا حتى تصبحوا نصدي ربي كذابين، ها غير كولوا على بال، راه تبقاو تكتبوا وكتكتبوا على روسكم، علاش كتكتبوا؟ السلام عليكم ورحمه الله.